استمتع بوقتك في التشتيت. هذا البرنامج برعاية مساء الخير. نعمة البصر نعمة أنعم الله علينا بها، وشيء هدايا من الصعب جدا أنك أنت تفقده. بعض الناس فقدت البصر، وبعض الناس جت لها الدنيا هذه فاقدة البصر، بس ما كانش شيء هدايا حاجز أمامهم، أو الدنيا ما وقفتش من أجل أن هو فاقد بصره. بالعكس، في من الناس تميزت، وفي من الناس استمرت، وفي من الناس حستنا أو تحسس فينا كأنه شيء معناها عادي، الله غالب، هو شيء كاتب الله سبحانه وتعالى، بس قدر يتأقلم وقدر يعيش في المجتمع، وقدر يعيش مع الناس بطريقة يشوف فيها حلوة ويشوف فيها جميلة، والناس عايشة معاه وكأنه معناها إنسان يبصر. اليوم ضيوفنا من الناس المتميزة، من الناس اللي حبوا أنهم يحكوا حكايتهم ويبونا نعيشوا ويشاركونا حكايتهم. الشيء هدايا طبعا متميز، والشيء هدايا احنا سعيدين جدا بوجودهم معنا وفرحانين بوجودهم معنا. وحتى قبل الحلقة كنا مقعمزين مع بعضنا، وكانت الابتسامة وكان الود وكانت الأجواء جميلة جدا، وبالعكس أعطونا احنا اليوم معناها شو بنقولوا طاقة ان احنا نكونوا في حلقة متميزة. اول حاجة نرحبوا بضيوفنا الكرام، بجمهورنا الحاضر معانا، ونرحبوا بالضيف الاول اللي هو المهندس الميكانيكي عبد الرحمن قريرة. اخوي عبد الرحمن، كيف حالك؟ الحمد لله، ربي يحفظك وانستنا، وإن شاء الله نكونوا خفيفي الظل عليكم إن شاء الله. بارك الله فيك. ومعانا الأستاذة نورة رجب. أختنا نورة، أنستينا، الله ينسك، ربي يحفظك إن شاء الله. ويحفظك إن شاء الله، بارك الله فيك. ونورت الدنيا بوجودك، ربي يحفظك، ربي يحفظك أختنا نورة. معانا الأستاذ المحامي عبد الغني الديب.
استاذ المحامي عبد الغني الديب صاحب الابتسامه الجميله، انسنا استاذنا. بوجودك حبيبي، ربي يحفظك. ربي يحفظك استاذنا، طول لي عمرك يا ربي. ومعانا المذيع والزميل الاعلامي ناجي محمد. ربي يحفظك اخونا ناجي وانسنا. اهلا بك زميلي اشرف، وتحيه ليك وتحيه لكل الاصدقاء والزملاء في قناه سلام. شكرا لك. طبعا ايضا رحبوا بالاستاذه سوسن حنيش المتخصصه في الخدمه الاجتماعيه. اهلا وسهلا. نبوا نكسبوا اكثر وقت واكثر كلمات منكم واكثر حكاياتكم. خلي نبدو على طول مع الاستاذ عبد الرحمن قريرة الميكانيكي، عمره 44 عام وأب لطفلين ولد وبنت، يعمل ميكانيكي سيارات وفي تصليح السيارات. الشيء هدايا طبعا متميز فيه، والشيء هدايا معروف به، وعنده زباين ما شاء الله. ومش ننقوا عليك اخوي عبد الرحمن. بارك الله فيك. ها؟ بارك الله فيك. أنسنا. عبد الرحمن مواليد 77، يشتغل بحواسه، الشيء هذا متميز به، والشيء هدايا في من الناس ببصرتها لك مش عايشه به. احكي لنا حكايتك اخوي عبد الرحمن. في البدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونشكر اذاعه سلام على استضافتها لنا ولتميزها ببرامجها الخاصه والمفيده والبارزه في جميع المجالات. بدايه قصتي في يعني فقدان البصر كانت في نهايه سنه 2000 بدايه سنه 2001. يعني مريت بمرض أصابع عيوني اللي هو العشاء الليلي، جاء مجدوز. كانت عندي فكرة بسيطة عن الميكانيكا قبل ما نفقد البصر، لكن بعد ما فقدت البصر بدت يعني هاجز. بدت يا عبد الرحمن. نعم. الأسباب يقولوا الدكاترة والمختصين قالوا مرض وراثي اللي هو العشاء الليلي. انت عندك حد في العائلة؟ والله عندي اخوي اللي اكبر مني بسنتين عنده المرض هذا، لكن بقية العائلة ما فيهمش، حتى جدي ما فيش. كيف شنو هو المرض هذا؟ ترى العشاء الليلة هذا نعرفه زمان، ان في الليل ما يضعف، ما تشوفش. تمام. هي نفس العملية ونفس الفكرة. كيف كانت الحكاية معاك في البداية؟ كيف حسيت بالعشاء الليلي؟ كيف النظر نقص؟ امتى نقص؟ أمتى لحد ما نوصله في المرحلة؟ تمام. كانت في البداية يعني في فقدان بصر بسيط من جزء من 10، يعني 3 من 10، 4 من 10، ضعف بسيط. ضعف. لمدة 5 سنين قبل ما نفقد البصر. بعدين جت فترة بسيطة ما قل من سنة ولا سنة بالضبط، فقدت فيه البصر نهائيا. معش حتى الدكتور اللي كنت نتابع عنده قال لي شن صابك يعني بالضبط؟ فجأة فقدت البصر. ممكن يعني حالة نفسية، حالة هيك الله أعلم. لكن العشاء الليلي هذا بدأ عندي حالة مجدوزة، مش في الليل بس، ما شوش في الليل وفي النهار، هذا حسب تشخيص الدكاتره. نتكلموا بالعاميه، معلش بقى مدغشه شويه نقولوا. لا مظلمه مره واحده. ها قلت انت بالعاميه تو. اي خلينا نتكلموا بالعاميه. لا مظلمه نهائيا. هذا قبل فقدان البصر؟ لا بعد فقدان البصر. لا نحكي قبل فقدان. هي كانت مدغشه. صحيح مدغشه. تلبس النظاره؟ ايه كنت نلبس النظاره. قعدت استمرت تصفي الحكايه كويسه. بعدين بعد 5 سنوات هذوك فقدت البصر. كنت استعمل في النظارات في ال5 سنوات هذوك، لكن فجأة فقدت بقية النظر. تتذكر في اليوم اللي فقدت فيه أو كان تدريجي؟ لا ما كانش تدريجي، يعتبر فيه كانت عندي سفرية. كنت طبعا أني تاجر شنطة وسايح في جميع مدن ليبيا. ما شاء الله. كنت نتردد لدرنا، طبرق، بنغازي أكثر شيء. سياحة داخلية؟ سياحة داخلية. بعد رجعتي من رحلة من درنا حوالي أسبوع هيك حسيت بفقدان البصر يعني بشكل كبير، ضعف نهائيا يعني ما شفت شيء. قعدت نراجع في الدكتور متاع العيون متاعي، قال لي كيف في العيون الزوز؟ في العيون الزوز مع بعضهم نفس الدرجة. با قال لي كيف شنو اللي صابك وكل شيء؟ قلت له الله أعلم، لكن هذا اللي صار معي. درت صورة ودرت تحاليل ودرت كشوفات واستمريت حتى على العلاج. قعدت نبحث على العلاج حوالي 3 أو 4 سنوات، يعني ما قعمزتش بكل.
مشيت لمصر، مشيت لتونس، مشيت لأوكرانيا. أنا شن الجواب كان؟ الجواب لأن العلم ما توصلش لعلاج للشبكية. هي هذا الكلام آخر رحلة كانت عندي في 2005 أوكرانيا، وقال لي ما فيش علاج، لكن تطور العلم وفي علاج موجود في مصر حاليا، لكن تبي إمكانيات عالية شوي. إيه يعني العصب تمام؟ العصب كويسة باي، ممتاز، معناها في أمل. إيه لا إن شاء الله. أحكي لي، أحكي لنا عن الأيام الأولى. أول ما فقدت بصري. إيه تمام، هذه إن شاء الله ربي ما يوراها لحد. طبعا عندي ملاحظة. أنا اللي شجعني راهو نحكي معاكم بالطلاقة هذه. أنتم اللي أعطتوني الطاقة، نشبح في الابتسامة والأجواء ما شاء الله. فكنت ما نعب ناخذ راحتي ليه راهو. لا يا استاذ اشرف، احنا ما نش معقدين، احنا ناس نحب الضحكه والابتسامه والفرفشه. يعني والله يا رب يعطيكم الصحه تسويقه يا الناس طيبه. باه الايام الاولى، الايام الاولى مريت بما يقارب 7 شهور 8 شهور يعني دوامه مغلقه، يعني واحد متعقد نفسيا، حابس روحه في البيت ما يطلعش، ما يقدرش يتعامل مع الناس، ما يقدرش يتعامل مع نفسه مش مع الناس بس، يعني دوامة معاش عرفنا كيف نطلع منها. نصحني واحد من أخوتي إن نلتحق بجمعية الكفيف. التحقت بها، تعلمت هلبة من المكفوفين، تعلمت هلبة هلبة هلبة. زي شنو ترى؟ تعلمت كيف نتعامل مع الناس أول حاجة، كيف ندبر أمور نفسي، كيف نتحرك بروحي، كيف نصنع شيء لروحي. الناس مش ضروري الناس تشكرني عليه، لكن نفيد به نفسي ونفيد به الناس. كيف تصنع شيء في هالدنيا هذا ترتقي به؟ ما هيش التعليم في جمعية الكفيف، ما هيش دراسة منهج وقصة، ولا لا، معاملة بس، معاملة مع الناس، معاملة مع نفسك، معاملة مع المجتمع، كيف تصنع شيء، هذا المهم في القصة كلها. حاولت أني نطور من يعني من قدراتي شوية، وحاولت نتحرك. في البداية كانت في صعوبة، بعدين بدأت نتحرك بشوية دقة وكل طلاقة. حاولت أني نصنع شيء في مجال الميكانيكا أو في أي مجال تاني. قعدت نسافر من منطقة لمنطقة، منها بحث عن علاج، ومنها نتعرف على بلادي، ومنها نتاجر في بعض الأشياء، إكسسوارات، ساعات، تليفونات. هذا بعد فقدان البصر. بعد فقدان البصر، هذا نحكي لك توا، بعد فقدان البصر. الله الله. اخذت خط بنغازي تونس العاصمة، بنغازي نمر بطرابلس تونس العاصمة، انتاجر في التليفونات، في الاكسسوارات، في الروائح، حاجات زي هذه. وبعدها تغيرت على الآلات الموسيقية، كنت اتابع في الموسيقى يعني بشكل كبير، عندي أصدقائي فنانين وكل شيء، واحد يوصيني على الآلة الموسيقية نجيب معها 4-5 ثانيات يوصيني نجيب أعرفها استفادة زي فرصة استفادة مش جوزة. ايه قعدت انتاجر على الخط فترة، بعدين رجعت لنفس الانطلاقة الأولى اللي هي الميكانيكا. أيوة الميكانيكا هذه 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 الشيء اللي متميز فيه عبد الرحمن. ما هو الشخص ما يفلحش الا في الشيء اللي يحبه. انا الميكانيكا نحبها، تعطيني في راحه نفسيه، في معامله بعقلانيه. تو كانك تتعامل مع انسان يعني ممكن ما تفهمش انت وياه، لكن انا اتعامل مع الحديد، الميكانيكا بصفه عامه ننسجم معها، نخلق في اجواء معها. تو كيف ما يتعامل الفنان مع الآلة الموسيقية متاعه، أنا نتعامل مع الآلة اللي أمامي اللي هي السيارة. ربي يحفظك ما شاء الله. كانت في البداية يعني يا أستاذ أشرف أني نعدل في حاجات بسيطة، لكن بعدين بدأت نطور في شغلي، بدأت نتوسع، خدمة محركات، خدمة كمبيوات، خدمة صالة، كهرباء سيارات. وفي أثناء خدمتي في الميكانيكا اتطرقت لمواضيع تانية اللي هي الاختراعات. كويس، قبل الاختراعات نبي عندي سؤال بسيط جدا. انت في الفتره قلت توجهت لجمعيه الكفيف. تمام. ولقيت غادي الحمد لله شيء استفدت منه. كويس كويس. الفتره هي اكيد في ناس او شخص كان معاك كان يساعد فيك، لان هي في البدايه دائما صعبه شويه. البدايه اللي ساعدوني اخوتي الكفيفين اللي موجودين في الجمعيه، الناس اللي هي تعرفت عليهم غادي. اللي تعرفت عليهم غادي. كويس. وبرا الجمعيه كيف تطلع وكيف تتحرك؟ برا من الجمعيه في بعض الاصدقاء الحق ما حد فقد بصري ما سيبونيش، ما سيبونيش، قعدوا لازمين ليا. تحيه تحيه للناس. هلا اصدقاء
خويا عبد الرحمن ما شاء الله، انا عندك حتى في الالكترونات وعندك في الستلايت وعندك التعديلات. الحمد لله ما شاء الله، الله يبارك. الحمد لله، انسان مميز تبارك الرحمن فيك ان شاء الله. كيف تعلمت هالاشياء هذه؟ الفراغ. تو معظم شبابنا في الوقت الحالي يقولوا كساد، هذه الكلمة المعهودة. أنا كلمة كساد ما استعملتهاش في حياتي بكل. كل ما نكسد ويجيني وقت فراغ نتجه لاتجاه معين، الكترونات، الميكانيكا، الستلايتات، حتى التجارة، ما نسيب شيء. هذا اللي خلاني نواكب كل شيء، برغم أني التكنولوجيا ما واكبتهاش يعني بشكل كبير، نتهرب منها لأنها بتاخذ معظم وقتي. حتى في الإلكترونات في حاجات غضيت عليها، أو في تصليح الإلكترونات تاخذ وقت أكثر من اللازم. الميكانيكا أسهل من الإلكترونات. تحب الميكانيكا هلبة، والإلكترونات واخدها كهواية. عبيت وقتك بها؟ عبيت وقتي من الفراغ أكيد. بس اللي عبيت به حياتك وأجمل شيء كان في حياتك قلته، اللي عبيت به حياتك هو الزواج. الزواج صحيح اكيد. نجول الزواج واحكي لنا عليه. ها هالبدايه الجميله هذه، البدايه وهالتغير الجميل اللي حاصل في حياتك. تو بالنسبه للجواز، انا اول حاجه ما ننصحش اي انسان يعيش لوحده، ضروري يكون عنده رفيق لحياته. هذه اول نصيحه لكل شخص. كنت عايش بروحي من بين أسرة متكونة من اللي قاعدين معايا ذاك الوقت، أختين وأخ أصغر مني كلهم. والحق ما صعب العملية شوية، ما فيش حد يلازمك في أمورك الخاصة. صحيح. طلبت من الوالدة أني نتجوز وكل شيء. طبعا الرفض في فكرة الزواز كانت الأولى. رفض من مني؟ من الوالدة. تبيكش تتجوز؟ علاش؟ انت في سبب. ايه، انسان ما عندهش يعني مؤهلات للجواز، حوس ومرتب وكويس وحاجات زي هذه، باش من بيعينها يعني. صحيح. اخذنا برأي الوالدة كويس، مشينا فترة فترة، بعدين رجعنا لنفس الموضوع تاني. ما عاش فيها يا ما عاش فيها والله. طبعا كان عندي قصص عديدة ومفيش داعي اني ذكر القصص هذه، لكن من بين القصص هي كانت فيه في ايام الطفولة في السن 15-17 سنة، فيه بنت كنت حاط على عيني. لكن لحظة يا عبد الرحمن، ما تغمنيش. كانت غير ارجع شوية شن قال، كان في عدة قصص. عدة قصص. لا قصة كنت تغاب عليها معلش. القصة الوحيدة هي اللي جايبتني هنا. 15-17 سنة كنت حاط عيني على واحدة. ربي إن شاء الله. من العيلة. الحمد لله. تمام. دار الزمان ومر. دار الزمان ومر. إيه، رجعنا لنفس القصة خديتها هي. الله 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 الله. والحق الحق يا أستاذ أشرف والله بالقمر ما نبدلها. لأنها وقفت معايا وقفة الله يبارك فيها، بنت ناس وبنت أصول وبنت بيتية. احنا نحيي زوجتك اللي موجودة معاك. موجودة. ان شاء الله يا ربي يبارك فيك اختنا وبارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله. بكيتها يا سيد عبد الرحمن على شك. بالعكس هي تبكي فرحانة ب ب وجي بعد 6 سنوات انتظار، جي اول عيل وفرحته والحمد لله. الحمد لله. كانت بنت، كانت بنت، والأم يعني جاهدت على خاطرها هلبة، يعني تعبتها في إثناء حملها. هي زوجتي. هي زوجتي تعبت هلبة لدرجة إن رفعناها في الإسعاف الطائر لتونس. ويعني جت البنية البنت جت نموها ضعيف شوي، يعني جسمها أصغر من عمرها، يعني فرفورة صغيرة بالمعنى. لكن في الذكاء الله يبارك في لسان، وسميتها طبعا عاتكة. عاتكة. وبعد 10 شهور جاء خها. هذه كانت المشكلة الكبيرة، حتى هو يعني كانوا ممكن يضحوا بحياة العيل باش تنجى أمه. والحمد لله توصلت. تحية للمرأة المكافحة، بارك الله فيك. قال يا ربي فعلا فعلا معناها
مشوار المواضيع يا والمواقف هي يهون عليك مرات، يهون عليك الشخص اللي هو يرافقك في حياتك او شريك حياتك يهون عليك بعض هذه. هذا سؤال ممكن نساله لك استاذه سوسن، اصلا كان انت مسالتني دائما تكلموا فيها الاشياء هي بس في وضع اخوي عبد الرحمن راهو الموضوع صعب شويه، ومع هذا الانسانه هي ضحت وقدمت وفرحانه وسعيده بوجودها مع اخوي عبد الرحمن. احنا كنا متوقعين، احنا بنقولوا عبد الرحمن حصل سند عائلي اللي هو بدا بالتعزيز والمكافاه من بوه في بتاع السياره هذه، بعدين اخوه اللي وجهها للجمعيه، بعدين اصحابه اللي في الجمعيه، قعد يتجرع المكافآت والتشجيعات النفسية والاجتماعية شوي شوي لحد ما تتوج. وبعدين جينا بنقول والله بعدين حصل دعم نفسي أسري كبير واجتماعي من زوجة، فإذا به لقيناه الدعم هذوما عملاقان يتصارعان من يدعم الآخر أكثر. الله الله، يعني السيدة حرم حضرتك يا سيد عبد الرحمن، دعماتك دعم لا نهائي، لا نهائي. زي ما أنت حتى قلت لي قبل الهواء، ولكن احنا تو اكتشفنا أن حتى هو دعمها دعم غير نهائي، وخاصة مع وجود الكتاكيت الزوز عاتكة وعبد القدوس اللي هم توجوا بالفعل هالسند هدايا والمساندة الاجتماعية الكبيرة هذه. وجود طفلين كانوا خافوا عليهم خوف كبير جدا أنه هو ممكن لا قدر الله بعد الفرحة تصير انتكاسة، لكن ربك القادر الرحمن الرحيم أعطاهم أجمل ما يتوجوا به العلاقة هذه عاتكة وعبد القدوس. هذا السؤال طبعا عاتكة وعبد القدوس غيروا حياتكم ونوروا بصيرة القلب ودخلوا الفرحة في قلبك أنت وزوجتك، والشيء هدايا ماهوش بسيط، صح؟ أعطونا دافع للاستمرارية أكثر وأحسن بطريقة أفضل. كيف عايش؟ كيف تقارن حياتك بحياة غيري قبل الزواج وبعد الزواج وبعد قدوم هالطفلين الجميلين؟ والله هو شيء ما يتقارنش يا استاذ اشرف، صح؟ والله ما يتقارن. ما حد كنت بروحي يعني انسان اعزب، يعني شو بيكون؟ ما فيش اي هدف في الحياه، ما فيش اي تتويج كيف ما قالت الدكتوره. لكن ما حد جت المدام ان شاء الله ربي يسترها، بدت فيه افكار وبدت فيه مسيره بمشوار يعني واضح، يعني قدامك طريقة ضروري تستمر فيها بطريقة صحيحة وما غير ما تضر الناس، ما غير ما تضر نفسك، وكيف تتوج في المسيرة هذه، وكيف يعني ترتقي بالعائلة هذه إلى يعني مستوى أحسن. كويس. مع أن في صعوبات هلبة يعني بشكل ما غير ما تتصور، لكن الحمد لله ما خلينيش الشيء هذا ننكس أو نرجع التالي، ضروري نشوف مشواري دائما إلى الأمام ما شاء الله. هو بنسألك سؤال فضل. بسيط جدا لكن في داخله العديد من الإجابات، بس أنا بنسأله لك. نعم. كيف تعامل المجتمع معك؟ الناس طبعا شوف فيك ميكانيكي، فطبعا بيجي بيحط سيارته أكيد بيقول لك شنو الوضع، كيف البرنامج، أكيد عندك زباين معينة أكيد. ولا في ناس تجيك من جديد؟ في ناس تجيك من جديد، وفي ناس احنا نقول لك الناس معادن. اللي يجيك اول مره كيف تتعامل معه؟ اللي فيه مش مصدق اللي فيه اول مره يقف عليك ماهوش مصدق، لكن يشوف البرهان في التشخيص العطل نتاع السياره او في السياره قبلها تصينت او زبون تعاملت انا وياه يعني يقتنع. اللي فيه شخص مره جاني ودار ممكن يعني أكثر من 4 أو 5 ورش أو 6 ورش، في الأخير جابتها لورشتيني الصدفة، مش إنه يدور فيني يعني. قال لي عندي عطل في السيارة نبي الميكانيكي، قلت له الميكانيكي عاد يشوف لي شنو تقول أنت، قلت له الميكانيكي يعني صاحب الورشة.
وانت كيف تاخذ فيها الامور؟ عادي عاديه جدا. با كيف جاني قعدت قال لي في خلل كذا كذا، السياره عندها سياره اوتوماتيك يمشي فيها بشوي بشوي يعني على المرشة الاولى ومينمو تبدا تنقص، يعفس لها ماشي عادي با ارفعها لعده ورش ما فيش يعني تشخيص، حتى الجهاز ما جاب شيء. با هي حاجه بسيطه جدا جدا جدا. با هذا بتقولها تو ولا بتقولها تو؟ بالك لا ما فيهاش مشكله. طب هو نتاع السيرفا مشروك بس حد يعفس فرينه السياره ما تبعد تنقص، ما حد راح يرجل على فرينه يعفس بنزينه تاخذها عادي، ما حد ورتها لك قاعد يشوف لي يقول لي قديش فلوسك. كيف قابل الموضوع؟ سمع هو هو قبل الموضوع لكن شرط علي قال لي بنعطيك حقاتك. قلت له باهني يعني غيرت توب او قصيت من جزء من التوب وركبته، شو بتعطيني انت مثلا ترى؟ قال لي قديش تبي؟ قلت له نبي الا رحمه الوالدين. قال لي لا انا درت هلبة ورش ما لقيت لهاش حل. الله. قلت له ماني ايش درت لك؟ درت لك حاجه؟ ما درت لك شيء؟ واخذت شيء؟ اخذت شيء. الله 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 يا عبد الرحمن الله الله عليك. يعني شنو يا استاذ اشرف اللي درناه باش ناخذ عليه فلوس؟ بالله انت تو هيك في امكاني دير بس في امكاني. بس لا نقول لك حاجه، انت ممكن انت كيف تشوف فيها الاشياء هذه؟ طبعا حاجات مميزه او خارقه او عاديه عاديه فيها. جدا بس جزء من حياتي يعني. لا نقول لك حاجه، هو انت تشوف فيها جزء من حياتك، انت اجتهدت وانك انت حبيت الشيء هدايا. نعم. استمريت فيه وقاعد تقدم في شيء انا تشوف فيه عادي. لكن انا نشوف فيه شيء ماهوش عادي ما شاء الله، مش ناخذوك بالعين تو احنا، لكن ما شاء الله نشوف فيه شيء مميز اكيد، وهذا شطرني فيه الراي الجميع الناس الموجوده. انا قصدي نشوف فيه شيء مميز وشيء خارق، وهذا الشيء نحيوك عليه وربي يحفظك خويا عبد الرحمن. بارك الله فيك. ربي يحفظك ان شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير. طبعا حكايتنا الثانيه حتكون مع انسانه كلها طاقه وكلها حيويه وكلها امل وكلها ما شاء الله قوه. حتكون مع نوره رجب مواليد 91 ام لبنتين. نوره ولدت باعاقه بصريه بس هدايا ما كانش حاجز واستمرت، والشيء هذا منحها او اعطاها قوه. نوره كيف حالك؟ الله يسلمك. الحمد لله. شو اخبارك؟ انسينا. الله يأنسك. بارك الله فيك. سعيده جدا بحضوري بيناتك وجودي بيناتكم اليوم. سعيده. الله الله عليك. احنا فرحانين بوجودك معنا. بارك الله فيك. نوره كلك نور. لا هلب علي. لا والله انا نور. تشويق علي نور. نورة الفترة الأولى طبعا من عمرها دراسة وتعامل العائلة، البداية حقيقية لحياة نورة خارج محيطها الأسرية كان في جمعية النور للمكفوفين. حكينا لحكايتك يا نورة. والله صح فعلا ولدت بإعاقة بصرية، ويعني من عائلة بسيطة ومتواضعة وعادي، وفعلا درست في جمعية النور مكفوفين وكانت بداية دراستي فيها، يعني ما حتى ما اندمجتش في مدارس برا مثلا، أو يعني زي ما مثلا ممكن صاير مع بعض الناس، وكملت فيها لعند ثالثة ثانوي، وبعدين بعدها هي صارت الانطلاقة. وطبعا أكيد وجودي في جمعية النور كان لي دور كبير في صقل الشخصية ممكن، أو يعني بصفة عامة، يعني حياتي بصفة عامة والتجارب والقصص اللي صارت معي في جمعية النور كان لها دور كبير في صقل شخصيتي. أنا هيك نشوف. الله الله عليك. فأنا عندي أخوي كفيف زيني. أه. بس كطب وكذا ما يعتقدوش أن الموضوع وراثي، مع ان راهو ماما وبابا اقارب بس من الدرجه الثالثه اعتقد او الثانيه، او فيش حد منهم يعاني من المشكله، يعني مش درجه اولى، يعني مش قرابه بالدرجه الاولى. بس مع هيك الطب يقول ان الموضوع مش وراثه. لا ما هوش وراثه. صدفه؟ لا مش صدفه، حتى مش صدفه. فيروس على ما اعتقد يعني اللي يصيب هذا اللي بيجي من وراء القطط، يعني لما تاخذ المراه الحامل وكذا فبيكون بياثر على دمها وبيوصل للجنين.
ويعيش في الدم هذا 5 سنوات. ماما اخذتها لما كان يعني لما كنت انا كانت حامل بي وكذا، وبعدين قاعد عايش في دمها لين حملت حتى بخوي وكذا، لانه هو يعيش في الدم 5 سنوات، وطبعا بيني وبين خوي بالضبط ما بين 4 ل5 سنوات. فسبحان الله. سبحان الله والله، هو ولكل شيء. وطبعا لو بتسألني إن هل في فرق بين ما بينك وما بين أخوك في موضوع الإعاقة، إيه في فرق، يعني هو ممكن مازال ما انحطتش عليه تجارب أكتر مني، أنا كنت فارت التجارب في العمليات وفي الكذا، بس هو لا، هو كان وضع أقل شوية يعني. كيف تجارب؟ ترى احكي لي على قصة التجارب هي، كيف صارت؟ اعطيني، احكي لي. في أوكرانيا مشينا لأوكرانيا أنا والوالد لما كنت صغيرة، يعني مشي معي هو في البداية بس، وطبعا أكيد زي ماما زي بابا يعني أشكرهم هلبة لأن وقفوا معي ودعموني هلبة. تحية لوالدك ووالدتك. فمشينا لأوكرانيا، وطبعا بطبيعة الحال متصورين زي ما متصورين كل الناس ان أوكرانيا ما شاء الله وطب عيون وكذا، في شيء. بس للأسف يعني انا مشيت نظري يعتبر كويس، او خلينا نقوله جيد، يعني مش جيد جدا ولكنه جيد. لحظة انت معنا ما فقدتيش البصر؟ لا شوف، هي المشكلة موجودة من ولادتي باهي، ولكن البصر ما كانش مفقود. كنت تشوفي؟ اي كنت نشوف، ولهالساعة يعني قاعدة نتفكر في مظاهر وحاجات يعني شفتها في أوكرانيا قاعدة محفورة في الذاكرة لهالساعة يعني. ايوه بقى ايه، وصلتي لأوكرانيا؟ اي لما مشيت لأوكرانيا يعني زي ما نقول كنت ماشية وانا نشوف واحد خاسرة عيني بالذات، يعني اللي صار بالذات خسرتها تماما في أوكرانيا، طب ما نشوفش بها اطلاقا اللي صار اطلاقا. تولي مين يعني ما زال في بقايا، ولكنها بقايا بسيطه جدا، يعني لدرجه ان احيانا ما نعتمد، مش احيانا، اغلب الوقت ما نعتمدش عليها، يعني حاجات بقايا ما هيش حاجه رتوش. ايوه بسيطه على الاخر، يعني لدرجه ان غير متخيله، يعني مفروض حتى ما ندويش عليها، يعني انها اصلا مش معتمد عليها. التجارب هي كانت مؤلمه في وقتها، ايه طبعا، بس حاليا خلاص قصدي حاليا خلاص نحكي خلاص. لك هذيك الفتره اي طبعا كويس، في امل ما دام هو ما دامك انت قاعده تشوفي حتى الرتوش وكذا، معناها في لا امل. لا ما فيش امل، لا ما فيش امل في حالتي انا، لا خلاص هذا حدي. هيك قالوا لك. بس العلم كل يوم يتطور. اي لا تعرف ليش؟ لان العصب البصري هو اللي قاعد يموت، العصب يوم عن يوم. ايه طبعا والعصب البصري لو مات خلاص فعلا شو مثل يرجع خلاص تمام. والشيء هذا خلاص انت اجتزتي، قلتي انا ما عادش نعتمد عليها حتى. لا خلاص ايه. فتوا كيف تعايشتي بعدين مع الوضع؟ والله تخرجتي من الثانوي، ايه اتجهتي للجامعه، ايه كان عندك رغبه انك انت تخشي او تتخصصي في اللغه الانجليزيه صح؟ اي مزبوط. لقيتي الشيء هدايا صعب شوي؟ لا مش صعب. آه. كان غير متاح في وقتي انا. ايه مش صعب عندك انت. ايه صعب انك انت غير متاح كدوله يعني ويس. كانوا لما ياخذوا بياناتنا وكذا كان يوجهونا هم، يعني حطوا مش للمكفوفين بسرة، نحكي ايه ليبيا بصفه عامه بح. ممكن لو في ناس جريت في وقت نفس الوقت اللي جريت فيه انا يعرفوا المعلومه هذه. صحيح. فهم اقترحوا علينا تخصصات ومنها ما كانش طالع على الانجليزي. في شن تخصصتي؟ دراسات اسلاميه. باه كويس. اتجهتي للدراسات الاسلاميه؟ ايه. واستمرتي فيها؟ ايه تمام. ولحد وين وصلتي فيها؟ والله خديت الليسانس في 3 سنوات ونص، يعني مش 4 سنين زي باقي الطلبه. كنت مستعجله وكنت متحمسه واخذني الحماس يعني، وبعدين وقفت خلاص موضوع الدراسه هذا، وقفت على الاخر يعني لان صارت الظروف والاحداث وكذا، فخلاص وقفت. قررت اني بعد فتره بناخذ لغه في البريتش كونسل، وحتى هي ما توفقتش فيها للاسف، يعني نفس الشيء نفس السبب للظروف والاحداث وكذا. بعدين تو بعد زواجي قررت اني ان شاء الله طالبة دراسات عليا وهيك، فان شاء الله ربي يوفق ويسهل. ما شاء الله ما شاء الله، ربي يوفق يا نوره.
انت ذكرتي المرحلة الجميلة الزواج، وتوا نطلع فاصل نرجعوا باش نكملوا معاك باقي حكايتنا. نطلع فاصل ونرجعوا نكملوا مع الدنيا حكاية. وقتك في التشتيت البرنامج برعاية Thank you.
رجعنا لكم من جديد في هذه الحلقة المتميزة الدنيا حكاية مع ناس متميزة. وقبل فاصل كنا مع أختنا نورة النور نورة أختنا نورة وصلنا لفترة الزواج أو قلتي تزوجت. نبوا نحكوا عليها المرحلة هذه الزواج وما قبل الزواج بشوية باش ما نجتزوش المرحلة. أعطيني هالمرحلة الجميلة اللي أنت عايشتها أنت وهالراجل اللي لقيتيه سند. أحكي لنا على هالمرحلة. طبعا بعد ما خلاص يعني كملت جامعة وكذا كان بالنسبة لي أنا استعجلتها وأنا قلت لك إن أنا كملت في 3 سنين ونص عكس الطلبة. يعني كان المفروض نكمل في 4 سنوات دي الدراسة الطبيعية يعني اللي ماشي على هادي. بس أنا استعجلت كان عندي أحلام أكبر من هيكي. كنت متصورة أني على طول بعد الجامعة على طول بنبدأ نحضر يعني مش في بالي ارتباط وزواج وعيلة وكذا مش في بالي لا. فما صارش وصارت الأحداث وكذا. بعدين أجلنا موضوع تكميل القراية وحتى طلع اسمي يعني كنت من الأوائل على الدفعة فكان مفروض نكون معيدة برا يعني. بس هنا لما صارت الأحداث وقفت الأمور هذه. قعدت شوية اقترحت علي واحدة من زميلاتي موضوع إنه والله في كورس في المعهد الوطني الإدارة تاخديه معنا بخصوص يعني كمبيوتر إنجليزي وإدارة أعمال. فقلت عادي إيه مش مشكلة عادي يعني أنا كنت موافق على أي شيء ممكن يدخل لي معلومة جديدة أو ممكن يضيف شيء للسي في متاعي. إيه طبعا فخلص خدينا الكورس والحمد لله توفقت فيه وكانت الأمور تمام الحمد لله. بعدها بديت نشتغل بالشهادة اللي يعني الكمبيوتر اللي خديتها من المعهد الوطني. ممتاز. اشتغلت اني ندرب في طلبة مكفوفين على استخدام الكمبيوتر. ممتاز ما شاء الله. ليش؟ لانني اصلا تعاملت معاه يعني حتى في دراستي في الجامعة طبعا ما كنتش معتمدة على طريقة برايل لا كان اعتمادي كله على الكمبيوتر. كان يعني حتى مشروع تخرجي طباعتي ليه كانت على الكمبيوتر يعني ما اعتمدتش على مثلا صالة أو كذا باش نطبع مشروعي لا كنت أنا نفسي أنا اللي طبعته وجهزته وكلمة كلمة حرف حرف ما شاء الله يعطيك يعني. صحة ما شاء الله يسلمك. فخلاص قعدت ندرب فترة وبعدين التقيت بزوجي. طبعا هو أنا زوجي من قبل نعرفه أو نعرفه بعض من قبل ومن قبل كان في بيناتنا يعني رابط قوي وكذا. بس ما كناش او انا نفسي ما كنتش متصوره اني في يوم من الايام ممكن يكون زوجة الانسان هذا. بس هو النصيب يعني والحمد لله. تحية. كيف كانت البدايه؟ بدايه كانت ان اختياري لي هو كشخص قلت لك أنا نفسي كنت رافضة فكرة الزواج كوي. أو مش رافضة لا يعني هو رد عليك ما كانتش من أولوياتي يعني ما كنتش يعني ما مش حلمي أني نكون زوجة وأم وكذا. مستبعدة الشيء. أيوة مستبعدة حطت على جهة يعني. فلما طبعا وكان في ناس غيره هو للأمانة يعني بس لا ما كنتش نشوف في نفسي أنا معهم لا ما كنتش نشوف إنه والله الشخص هو يعني ايه مزبوط انا اخترته وانا بنكمل مع حياتي لا راحة نفسية يعني. ايه بس لما هو يعني عمر في ذاته لا عمر كان بالنسبة لي حد مختلف وكان بالنسبة لي هو الشخص المناسب اللي مفروض نرتبط بيه مش بغيره. فخلص وافقت طبعا على طول. صار هو اللي بدأ منور اخوي عمر. ربي يحفظك اخوي عمر. تحية لكونا عمر. تحية لهالرجل الطيب الرجل اللي كنا حكينا معاه حتى قبل الحلقه. انسان بشوش محترم جدا 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 لبق. ربي يحفظه ان شاء الله ونعمل اختيار والله. اي طبعا لان حد مميز يعني انت لما بتكمل حياتك ما تبيش تكملها مع اي حد مش كجماليات ومش ك يعني شخصيه او هندام او لا في امور ثانيه اقوى من هيك. لما انت تبي ترتبط يفترض ان انت تختار الحد على هالمقاييس هذه. فارتبطت بعمر واخترت يعني كان ممكن نختار حياة مادية مرفهة أكثر
بس لا، عمر وفر لي شيء أهم وأفضل من الحياة المادية المرفهة. يعني مثلا أنا أشوف في نفسي في كلام عمر، يعني عمر بالنسبة لي ما نعرفش المراية، ممكن أدق حتى من المراية ما نعرفش. عمر هو الانعكاس لذاتي، يعني هو اللي هو الأوضح معي من بين كل الناس. يعني ما ينفعش عمر يدس علي شيء، وما ينفعش أنا ندس على عمر شيء. الله 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 الله. كويس. أختنا نورة الحمد لله توجت الشيء هدايا بالزواج، والحمد لله تغيرت حياتك للأفضل بوجود هالسند، وجودك حتى أنت سند لي. أي من بعد الله. كويس، بعد الله سبحانه وتعالى. وكانت الفرحة الكبيرة ها أكيد بقدوم بنتي براءة. إيه بنتك؟ طبعا صح. شو اسمها؟ براءة. براءة حلو جميل جدا اسم براءة. أحكي لنا حكايتك مع براءة وقدوم براءة. براءة كانت بالنسبة لي حاجة يعني جديدة، انضافت ممكن مسؤولية جديدة، فرحة جديدة، نكهة جديدة، شيء جديد، شيء مختلف. يعني أنت خلاص اليوم يا نورة يا ياسر خلاص وقفي شوية موضوع الحياة العملية والجري هنا وهنا، خلاص أنت توا ولدتي أم. هذه أكبر يعني رسالة. خلاص يعني رسالة عظيمة جدا جانب. لما أنا خلاص ولدت أم أنا بنتي هذه هي أولوياتك. أيوة هي الأولويات خلاص. أنا هيك عزلت نفسي على هالبحاجات باش نوقف لحظات وأيام باش نفرح ببنتي. شكلت فرح كبير بنتي في حياتي، وكان بوها يعني كان بوها كان هي حتى توا قريبة من بوها أكتر يعني على فكرة. ليش؟ لأن أنا برغم أني فرحت ببراءة ويعني وحسيت معاها شعور مختلف، ممكن حتى مختلف أكتر حتى من الشعور اللي حساته مع أختها حاليا، بس أنا اضطريت أني يعني أنا نشتغل وبراءة كانت يعني مع أبوها ويكي، وكان الحمد لله يعني ما كفى ووفى، يعني لدرجة أني ماليش عارفة حتى نعبر. بس هو فعلا يعني كان لها الأب وكان معاها وكانوا يستنوا فيا لما أنا نرجع نلقاهم قدامي. لوحة جميلة يعني ونعرفش نوصفها ونعرفش نرسمها بالكلام. نورة احنا نبوا نعيشوا معاكم ونبوا المشاهد يعيش اللحظات اللي عايشتها نورة في البيت. ها خلينا نطلع مع بعضنا نشوفوا هال الفيديو اللي اللي صورناه وقام فريق الاعداد باعداده، ونرجع نكمله من جديد. هي نورة الحمد لله احيانا الواحد يتخذ قرار مصيري ممكن يندم عليه، لكن انا لا، انا بفضل الله عز وجل اني خذيت قرار وما اعتقدش ان بيجيني يوم مستحيل اني نندم عليه، اللي هو اني اخترت هالانسانه هذه تكون رفيقة دربي وتكمل معاي الطريق الى ان يشاء الله. تعتمد على نفسها اكثر، هي معتمد على نفسها، والحمد لله امها كانت مساعدتها بحيث انها اعطتها الفرصه لما كانت عند امها غادي في منزل بوها، اعطتها الفرصه وشجعتها تكون زيها زي غيرها، مش كون انها كفيفه يعني تشد زاويه الحوش او لا يعتمد عليها. لا، نورة الحمد لله معتمده على نفسها من يوم اللي نعرفها هنا، معتمده على نفسها، وحاليا هي مسؤوله البيت هذا، هي مسؤوله على البنيات، هي اللي مكبرتهم ومعتنيه بيهم. والله يشوف المسؤوليات هي نقسمها لشطرين. المسؤوليات الاجتماعية هذه احنا زوز نتكاتفوا فيها في تربية الأبناء وفي التباعد على الخلافات وفي الاتفاق والتفاهم بيناتنا، والحمد لله هذا مستمر وموجود ونحمد ربي عز وجل عليه صبح وليل وفي كل صلواتي. المسؤوليات المادية
احنا للاسف للاسف الشديد المسؤوليات الماديه مش مساعدتنا اطلاقا. وضع السكني ايجار، شوف انت عائله زوج وزوجه مكفوفين، انا حد نشبح شويه لكن نعتز يكون اني كفيف، هذا نقعد نفتخر به وشرف لي كوني اني كفيف. عائله مكفوفين الزوج والزوجة وعايشين على معاش التضامن اللي هو ما يكفي ولا بأي شيء، ونساعد فيها وتساعد فيها والحمد لله بارك الله فيها وربي يحفظها ويبارك لنا فيها إن شاء الله يا وتفرح ببنياتها إن شاء الله يا رب. ديما نحاول قدر الإمكان إننا ما نكلفاش فوق طاقته، يعني ديما مثلا لما نشتغل في القطاعات الخاصة ديما يكون كل همي ان على الاقل نخفف عليه شوية الحمل، يعني ما نحبش نشوفه وهو مرهق او هو قاعد يحاول يبذل مجهود فوق طاقته، ما نحبش. لا تصور ونتوقع والله اعلم ان لو في عنا حوش ملكنا حياتنا حتكون مختلفة اكتر، يعني مختلفة تماما، مش نفس ما هي حاليا. هي حتى حاليا يا احنا نوعا ما ما ينقصنا شيء، اكيد نفس العراقيل حتواجه اي حد وكل حد، ولكن لما يكون ايجار ومواصلات وصغار فهيك قصه فوق قصص، يعني مش رايقه بالضبط. اكيد طبعا دوشنا بي لما في المباريات وفي هيك ضروري الريال طبعا غير شك قالب به الدنيا على فكرة، حتى الجيران ما نعرفش أنا كيف ما زال مشكوش لتهو لما في المباريات يبدأ الصوت تسمع من أول الشارع وعياطه هو وتفاعله مع المباراة. والله صراحة يعني ما كنتش قريبة هلبة من الرياضة، بس بعد ما جيت إيه ممكن نوافقه في الريال. يا ريت يعني لو يكون عندنا مكان أفضل من هالمكان، يا ريت والله للأسف، يعني حتى مش على خاطرنا احنا، على خاطر البنات والله رطوبة يعني مش صح هم ان يعيشوا في بيئة زي هيك، من حقهم يلعبوا زيهم زي اي عيل. بالعادة ما شدش في بداية الزوز. لا. شيء جميل جدا، شاهدنا التقرير وشفنا نورة وشفنا الحياة الجميلة اللي عايشتها ودورها اللي قايمة به. تحية ليك أخت نورور، فعلا أنت إنسانة مميزة، بارك الله فيك جد والله، يعطيك صحة. يعطيك احكي لنا زيد، احكي لنا أنت عندك ما تقولي، بالخاصة كيف تكلمنا على عمر زدت نشطي. ها أم وزوجة ومرأة عاملة ما شاء الله تشتغلي ما شاء الله الحمد تبارك لله. الرحمن وربي يقدرني اكيد، يعني ان شاء الله ربي يقدرني زي ما اي ام متمنيه ان ربي يقدرها وما تقصرش لا مع حوشها ولا مع اطفالها. يعني ويخي اصلا نشوف ان اللي ندير فيه ولا شيء، يعني حق للامانه انا الناس اللي معي اليوم ضيوف في الحلقه نشوف فيهم هم قصص نجاح، نشوف فيهم هم ناجحين، بس انا ما نشوفش اني نادر شيء في حياتي، عادي يعني عادي، نشوف ان اللي عايشاته واللي صاير معي هذا كله مجرد عادي زي اي انسان، ممكن انه يكمل قرايته، ممكن تتزوج تكون ام تكون صاحبه اسره بعدين تقرر انها تكمل دراستها الاكاديميه، هذه كلها امور بالنسبه لي عادي، يعني مش مرات حتى ما نستاهلش يعني تسليط الاضواء علي. كيف عايشه حياتك العمليه؟ كيف في الشغل؟ كيف تتعاملوا معك زملاء؟ كيف انت عايشه يومك العملي؟ كيف عايشاته؟ والله شوف كعمل الحمد لله عادي مرتاحة، بس كدراسة يعني كدراسة أكاديمية في ناس قبلها يعني يختلفوا الناس،
في اللي ممكن يتعامل معك لأنك إنسان عادي، وهذا اللي طالباته يعني. أنا مش طالبة أكتر، بس إن الحد اللي قدامي يتعامل معي لأني عادي يعني، مش إنه مثلاً باحتياط أكتر أو بحذر أكتر. ليش؟ ليش أنا في الأخير مثلاً مش حندير تصرف غير مسؤول أكيد يعني، في الأخير صاحبة عقل وكذا، ما شاء الله ما ينفعش إن أنا ندير تصرف. ما تبيش حد يتعامل معاك كأنك أنت بحذر بزيادة، لا أيوة. ما فيش داعي عادي، عاملني عادي. وعلى فكرة ما تستغربوش يعني كلكم يا حضور، لأن فعلا مرين علي ناس إن بهي كيف بهي كيف أنت حامل، وكيف أنت متزوجة، وكيف أنت صاحبة يعني عائلة، كيف؟ كيف مش مستوعبين الناس؟ بالعكس انت احنا شفناك ما شاء الله قائمه بواجبك، وخلي نتكلموا بصراحه. ايه انت قائمه بواجباتك اكثر من الناس راهو يشوفوا في انفسهم معناها ببصيرتهم، وانه يشوفوا ما شاء الله ربي يبارك لك ما شاء الله يعطيك الصحه نورة. لكن انا عندي نقطه نبي نحكي فيها. اختنا نوره بابتسامتها، بالطاقه اللي موجوده فيها ما شاء الله بكذا، انت مريتي باحباط. اي طبعا وصلتي لانك انت كرهتي الحياه وحاولت انك انت طبعا اكيد احكي لنا عليها الفتره هذه. في لحظات ضعف يعني يكون قوي لدرجه انه يشدك للقاع يعني، ما يخليكش حتى ان تفكر لا بايجابيه ولا تدور على اصلا تفكير ايجابي. يعني مثلا انا قلت لك ان اخترت يعني عمر عن اقتناع وعن عقل وقلب وكذا، ولكن حياتنا يعني بالمجمل صعبه ممكن صعبه هلبة، مش من ناحيه شيره، وبالعكس احنا كاسره متفقين ومتحابين ويا سلام يعني الحمد لله. بس كماديات لا، وضعنا المادي ابدا مش مريح. ما فيش مثلا الضمان الاجتماعي مش مفروض عند لا اطلاقا. انا كمرأة مفروض ما يحق لي في القوانين القديمه ما يحق ليش اني ناخذ تضامن، لا ما يحق ليش. طيب هذا هو اللي خلاك توصل لدرجه الاحباط وانك كنت ايه في غالب الاحيان الماديات هي اللي كانت السبب في احباطي. ماديات وحتى طبعا هلبة ظروف تانية، هلبة تصير ظروف مش حنعرف ونختصروها في حكاية يعني، هلبة ظروف مؤلمة تمر بالبني آدم وبينا احنا نفسنا خصيصا بالأخص حتمر بينا هلبة ظروف. إن شاء الله ربي يقوينا ويقدرنا ونقعد ناجحين على طول يعني، إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ربي يحضك. تحية لأختنا نورة. بارك الله فيك. ربي يحضك أختنا نورة. جي دورنا أنا كل كلمة تو بنقولها في مكانها مع الأستاذ المحامي عبد الغني الديب، 45 سنة، إيدي فوق أنا يا أستاذ. الله يسلمك. كيف حالك أستاذنا؟ تسلم. شو أخبارك؟ ربي يخليك. أنستنا. وبيك تم الأنس. الله ما شاء الله، الله يبارك. الله يخليك. المظهر الجميل اليوم ما شاء الله. عيونك حبيبي. والله ربي يحفظك. الله يسلمك. شو أخبارك أستاذ؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله في نعم الله. الأناقة عنوان الأستاذ عبد الغني، الأناقة عيونك يا رب. الله يحفظك أستاذ عبد الغني. فقدت البصر في بشكل نهائي نقوله في سن ال 17 هيك 16 17 حكايتك طبعا أنت أكيد سردك حيكون غير، لكن حاول ساعدنا شوي أستاذ. أكيد أنت بخير البركة. ربي يخليكم إن شاء الله. خليكم. هو طبعا في وجود هاللمه الحلوه هيك يعني نسبه يتكلم باريحيه اكثر. اكيد خذ راحتك. في عمر ممكن 6 سنين او 7 سنين وصبت يعني في العين اليسرى برشاده هيك فتسببت في انكماش الشبكيه وفقد البصر، فقد العين اليسرى عفوا. دخلت الدراسه والحمد لله يعني هذه طبعا قبل السنه الاولى ابتدائي، استمرت في دراستي لحد ما كنت يعني زي ما نقولوا في موعد مع التاريخ لو صح التعبير. كيف صار احكي لنا. تالت اعدادي جابونا الاستمارات وسجلت من ضمن رغباتي كلية القانون. كويس.
تغيرت الظروف وتغيرت التضاريس وتغير الزمن وتغير الإنسان والمكان. لحظة استاذنا، احنا نبدو من البداية قبل فقدان البصر. طبعا انت فقدته في 17 سنة. ايه بالضبط. ايه قبل 17 سنة. ايه الحياة كانت طبيعية. ايه جدا طبيعية. وكنت عايش طبيعي. ايه طبيعي. ايه عندي ضعف بصر في العين اليمين عندي فيها ضعف، بس يعني كنت نستعمل في نظارات. وعايش حياتي يعني عادي تمام جدا جدا يعني. ايه نقرا وكذا ونمارس حياتي طبيعية يعني مثل اي شخص يعني، نلعبوا في الكورة وكذا ونمارس الحياة الطبيعية. كانت يعني ممكن يعني فيه اشياء تنسج في الخفاء فعلا، ان هالكلمات اللي اليوم نقراها ورسخت في الذاكرة ان يعني حيجي يوم ونذكرها امام احد الناس. فلحد زي ما قلت لكم جاء يعني الموعد مع الزمان والتاريخ، سجلت في استمارتي في الدراسة بقلم الحبر السائل البينة إن رغبتي كلية القانون. هذا قبل فقدان البصر. قبل فقدان البصر. إيه؟ سجلتها وسلمتها ومشيت يعني في حال سبيلي، تخرجت من ثالث إعدادي ولظروف معينة ممكن يعني أسرية أو بعد كنت نسكن في يعني مزرعة بعيدة خلة الفرجان، ف يعني انحرفت البوصلة قليلا ممكن يعني على المسار اللي تمنيته. فتوجهت لي تدريب مهني. سنة أولى. في بداية سنة ثانية بدأ صار لي موضوع يعني فقد البصر، يعني صارت لي انفصال في الشبكية فجأة. يعني مقدمات بسيطة بشوي بشوي يعني هيك، فيه انكسار في البصر، فيه يعني زي ما نقول يعني دغدشة في النظر، في أمور زي هذه هيك. فلما مشيت اكشفت يعني للأسف قالوا لي عندك انفصال في الشبكية، وعلاجها يعني داخلي في هذاك الوقت صعب شوية. الكلام هذا يعني نهاية التسعينات، في نهاية 92 استغفر الله. كان مش زي توه كان الموضوع. ايه بالضبط. ايه فقعدت في مستشفى العيون فترة من الزمن حوالي 3 شهور. إيه للأسف يعني. فكان كنت في الدور السابع وكان يعني البحر أمام الميناء تتفرج. إيه تمام. فكنت نعطي يعني في ننظر نتفرج من نافذة على طرابلس في الليل، أضواء جميلة ونتفرج على الميناء. وكان يعني من الأشياء الراسخة في ذاكرتي إن لما يدخل البابور الكبير وكان يستقبل فيه الزورق الصغير. فكانت عندي علامة استفهام كيف يعني باخرة بحجم كبير إن يعني يأتي قارب صغير يستقبلها وكان يعني يحدد لها في مسارها. فكانت بالنسبة لي علامة تعجب يعني في هذيك السن. فعلا في هذيك السن يعني كيف قصدي مثلا يعني الأشياء الصغيرة ممكن لها كيف توجه قدرة إنها تصنع شيء كبير. الناس اللي يسمعوا فينا مش مطلوب منك تصنع مركبة فضائية، ما تنساش ان في ناس خشوا التاريخ ببرغي شيء بسيط جدا فعلا دخلوا به التاريخ. فانت مش مطلوب منك انك انت تصنع شيء كبير عملاق، ممكن تصنع شيء، ممكن شيء صغير يعني يساهم في دوران شيء كبير في الحياة. فاستمرت فترة العلاج، توجهت لسويسرا و يعني البداية كي عالجت، وبعدين قالوا لي عودة أخرى، رجعت لليبيا. صارت بعض الظروف هيك للأسف يعني، كانت عندنا سيارة للوالد الله يغفر له فيها الجوازات السفر والتقارير الطبية، فللأسف بقدرة قادر سرقت السيارة بالجوازات بكل ما فيها حول الله. فبدل ما ترجع يعني زي ما نقول في أشهر وكذا، تضطر يعني لا يخفى على الجميع أن يعني بجهد باش تستخرج جواز سفر وتستخرج تقارير طبية وغيرها. فكل شيء له حكمة. لما رجعت لسويسرا يعني كان لأن فيه مضاعفات أخرى، مية بيضة وغيرها وغيرها وغيرها، فاضطروا يعالجوا العملية من جديد. باهي كان في بصر معقول، على أساس قالوا لي يعني ترجع مرة أخرى يعني.
العين ولا العيون الزوج؟ لا العين اليسرى طبعا من البداية فقدتها. با نكلم فيك على العين اليمنى توا. با ايه ف يعني واجهت بعض المشاكل طبعا زي ما قلت لك يعني باش قبل أن نرجع من سويسرا يعني كانت طبعا سويسرا معروفة يعني العلاج ايه طبعا يعني الى جانب يعني ما شاء الله يعني قطعة من الجنة في الارض با يعني كانت مناظر جميلة وكذا فالاشياء هذه ارتسمت في خيالي يعني بصراحة وانت في سويسرا هذا وين في سويسرا بالضبط يعني كانت لوحة جميلة حقيقة من الثلج والخضرة اخر حاجة شفتها بالضبط يعني ممكن من الاشياء اللي سجلت لي يعني في يعني في اخر حياتي هاللوحة الجميلة في سويسرا حقيقة فقدت النظر في سويسرا لا شيء زي ما قلت لك يعني رجعت من سويسرا وعلى اساس بنرجع مرة اخرى لكن للاسف يعني فللاسف ما تمكنتش من الرجوع انتقلت الصورة القاتمة للأسف يعني لما رجعت لليبيا وإنما منعنا من الرجوع لسويسرا للعلاج إيه كيف؟ من ناحية يعني اللجنة ما وفقتش للأسف لجنة اللجنة الطبية وشني كان شني كان العذر العذر عذرهم والله للأسف يعني ما نبيش نقول لك يعني في هالمكان الكريم يعني عذر أقبح من ذنب يعني يعني قالوا لي يعني ممكن تمشي لسويسرا تحصل 100% وممكن ما تحصلش حتى 10% هذه كلمتهم يعني هيك يعني للأسف با فطبعا عادي جدا جدا قعدت على أمل وبعدين يعني طبعا أكيد يعني مهما كان الوالد يعني بحكم أنه إنسان فلاح بسيط يعني ممكن حتى قدراته محدودة وإلى جانب يعني وجود أفراد عائلة أخرى يعني مش حتكون يعني إلى جانب الإمكانيات المادية البسيطة مش حتكون يعني أنت يعني أنت الوحيد في العائلة هذه سنة الحياة يعني فعلا. تقبلت يعني وضعي يعني زي ما قال أخوي عبد الرحمن دخلت في حالة يعني للأسف إحباط يأس حسيت أن يعني التاريخ توقف عندي لكن انت اللحظه اللي فقدت فيها البصر هل كان تدريجي او فجاه لا هو تدريجي لكن للاسف يعني لما يكون فيها جانب من الياس تحس كان يعني الدنيا اصبحت ظلام يعني ايه وتتوقع مثلا يعني زي ما قلت لك يعني ان بالنسبه لك انت طبعا يعني اي انسان يشبه ان مصيبته هي اكبر المصائب يعني فعلا فعلا في اشياء احنا بشر اكيد في اشياء تنسج في علم الغيب يعني كان في شيء يقول لك بكره احلى يعني لكن في هذيك اللحظه يعني انت اي كلمات العزاء مش حتتقبلها انت هذيك اللحظه تشوف فيها كان بالضبط ان نهايه العالم يعني ان سور الصين انهد يعني ان المحيط يعني يزحف على اليابس إن 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 فزي ما قلت لك يعني فجأة هيك يعني بعد فترة من الزمن فقت على عقلي فقت على عقلي ايه تمام ايه فقت على عقلي خوي عبد الغني بعد فترة من الزمن فقت على عقلي نطلع فاصل ونرجو باش نكملوا حكايتنا ان شاء الله ان شاء الله
تمتع بوقتك في التشتيت. هذا البرنامج برعاية رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل في الدنيا حكاية، وحكايتنا مع الأستاذ عبد الغني الديب. وقال آخر كلمة سمعناها قال فكت على عقلي. شنو فكت على عقلي؟ هي معناها على ما أظن الإيجاب. ها؟ أكيد. بعد المرحلة الصعبة اللي مريت بها والدنيا ظلمت وعناها شفت أن الدنيا خلاص، فكت على عقلي. صح؟ أكيد أكيد, أكيد. كويس، أحكي لنا. زي ما قلت لك يعني بعد فترة هيك هي يعني قعدت نفكر بيني وبين نفسي يعني لأمتى هيك يعني كل الناس تمشي تمارس أعمالها وترجع يعني حتى الإنسان العاطل يمارس حياته طبيعية يعني يكفي إنه هو يخرج ويحاول يكفي كذا. ف انصدمت عرفت إنه يعني الكون ما تأثرش من أجلي، إن التاريخ ما وقفش، إن سور الصين قاعد يعني زي ما هو، إن المحيط لا يزال في مكانه. في شيء تغير؟ لا ما أول أبداً أبداً، أنا ممكن الوحيد اللي ما زلت في مكاني يعني. فربك سبحانه وتعالى يعني سخر لي أحد الجيران يعني كان عنده ابنه كفيف فقد البصر، فعرض على والدي إنه في جمعية النور تستقبل الناس لمثل حالاتي، فجاي حياة والدي الله يغفر له وعرض علي الموضوع. طبعا انت مش يعني فتحه الزمن، مش انت تدخل تخرج من عالم النور الى عالم الظلام، بالنسبه لك امر مش حتتقبله بالسهل في البدايه. صعب صعب. ايه فلكن على مضض الحمد لله انتقلت لجمعيه النور، لقيت يعني ناس الحمد لله يعني شباب حالتهم زي حالتي واسوء من حالتي، وبالعكس يعني كانوا متقبلين وضعهم بشيء من النكته والفكاهه نقدر نقول لك، يعني خالقين من المحنة منحة إيه يعني، ومتقبلين وضعهم يعني ومتأقلمين معاه وغيره وغيره. ففي البداية كنت مستغرب يعني كيف يعني إيه،
وبعد فترة هيك من أسبوعين يعني بوجودي معاهم الحق يعني خط الطاقة الإيجابية حقيقة هي كانت موجودة للأمانة في داخلي، لكن أنا كنت متجاهلها، ممكن كنت متجاهلها، ممكن ما كنتش نبي نتقبلها إنني كيف يعني ننتقل من مرحلة لمرحلة. وتوكلت على الله وخط التجربة. بعد أسبوعين يعني لقيت نفسي، طبعا كان قسم داخلي، بعد أسبوعين لقيت نفسي يعني واخد الساكن تاعي وعصا الكفيف متوجه لمنزل الأسرة. كيف؟ براحك؟ بعد أسبوعين. أول مرة؟ أول مرة في حياتي. أحكي لنا عليها هي. والله يعني كيف اتخذت يعني القرار؟ والله ما عادش نتذكر كيف اخذت القرار. المهم اتخذته قول لي. بالضبط، المهم اتخذت القرار يعني ما اجتمعناش في جنيف يعني. اجتمعت في قلت لك مش حنقدر اجتمعت بيني وبين نفسي يعني وقلت يلا يعني. ايوه خذيت العصا وخذيت الساك وتوجهت يعني خذيت افيكو لما حطت بورقيبة من بورقيبة خديت يعني إفكو تانية لغط الشعال لغط الشعال يعني خديت تاكسيات صلاح الدين لمثلة بن عون يعني كويس خديت إفكو بورقيبة كويس هنا أنت أول مرة تتعامل مع الشارع بالضبط مع الناس تنزل أول حاجة كيف تركب وكيف كذا كيف تقبلت التعامل هذا والله ينقلك شيء في حاجة لازم تعرفها فقد البصر في كثير من الأحيان نعمة تعرف ليش؟ إنك ما تشوفش العلامات المرتسمة على وجوه الناس فهمت؟ علامات التعجب أو علامات أي علامة من علامات التعجب فعلا يعني فعلا. يعني أنت لما تدير حاجة يقولك الناس يشوفوا فيك قولهم المهم أني ما يشوفش فيهم فهمت كيف؟ يعني لأن ممكن يعني ممكن بعض الملاحظات في وجوه الناس ممكن يعني تسبب لك ربكة صح انت بما انك انت ما تشوفش فيهم هذه نعمه يعني فهمت كيف ممكن حتى يعطيك نوع من الجرأة كيف تعاملت اول يوم والله نقول لك على فتره طويله عادي جدا يعني ممكن هيك انني يعني خديت عصاتي وخديت كذا وكنت يعني جتني شعور اللي هو شني كنت لما نمشي بالعصا ونضرب فيها يمين يسار كنت نشعر بالناس يعني يفسحوا في الطريق قدام يمين ويسار تحس بهم بالضبط ايه فكان هذا يعطيني سبحان الله شعور يعني من العظمة ممكن سبحان الله أنني بعصاتي نفتح في الطريق يعني أنت إيه ف لكن في البداية في بداية الموضوع اللي صار معك كان تعاطف تحس حسيت إن تعاطف كان زايد هلبة هو هذا الطبيعي لأن إحنا نقول لك شيء إحنا للأسف يعني المجتمع أو البلد ما تقدرش تأهل مثلا الأسرة لما يكون عندهم شخص مثلا يعني تعرض لأي نوع من أنواع الإعاقة فعلا يعني في الحالة هذه مفروض يعني يكون في أخصائي اجتماعي نفسي يوري الأسرة كيف يتم التعامل مع الشخص فعلا هذا فعلا مفروض فعلا يكون هيك فعلا لكن للأسف يعني لا يخفى الوضع على الناس فعالج نفسك بنفسك عالج نفسك عاطفيا بنفسك. اجتماعيا اقتصاديا إلى آخره فعلا أستاذ عبد الغني لحظة بعد إذنك بننتجه للأستاذة سوسن أستاذة سوسن مرات التعاطف احنا نقوله الزايد صحيح يسبب في مشكله اي او يخلي المشكله تتفاقم وتكبر الاستاذ عبد الغني قال المفروض في ناس متخصصه اخصائيين اجتماعيين تخيلي ان هم حيعالجوا الاسره اللي هي مش يعالجوا او ممكن يحكم على الاسره يوروهم وكذا الناس هي المفروض تاخذ الموضوع عادي يشوف فيها هنا صحيح عبد الغني طبعا هو صراحة كل كلمة من كلمات السيد عبد الغني كانت درة على حدة وتحتاج تحليل طويل عريض أعطانا بالفعل صورة الشاب المراهق والشاب والناضج الآن فتح لنا ضوء عليه موضوع السلبية اللي من المجتمع والإيجابية اللي داخله فعلا كيف ان المجتمع العكس يتعامل بسلبيه مع كثير من حالات الاعاقه اللي من ضمنها حالاتنا اليوم مواقفنا اليوم اللي هي بالشفقه الزايده هو جملها قال التعاطف هي المشكله ان هي مرات توصل للشفقه شفقة. التي لا داعي لها واللي اشارت لها نوره الشفقه لا داعي لها معقوله واحده ثانيه تو كيف حملتي وكيف جبتي وكيف بتاخذ يعني واحده بيديروها كانيولا فيدها بيعطوها مخدر مش المشكله فيك لكن هالشفقة والزايدة هذه الحن زايد اللي ماليش معنى ليؤدي إلى نتائج سلبية على الأشخاص الآخرين احنا عندنا هذه التحديات اللي يحكوا عليها أنا مش عارفة واحلى
هل أنا ننهي بها البرنامج ولا ننتهز هالفرصة هذه باش نقول للعالم للناس للمجتمع الليبي السمح راهو إظهار الشفقة غلط غلط غلط. عندنا تحديات يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة والكفيف على وجه الخصوص، في تحديات خاصة بالدولة المفروض الدولة تدير فيها حل وممكن نسردوها، في تحديات شخصية لي هو. عندنا نوعين من التحدي الثاني، تحدي ذاتي وأغلب النماذج النيرة اللي قدامنا تخططها فعلا دارتها بروحها رغم أنهم اجتازوا مرحلة الصدمة اللي كنا نتكلم عليها أستاذ أشرف في برامجنا الثانية، مرحلة الصدمة، مرحلة الرفض، لا كيف وعلاش أنا الرفض، وبعدين تجيهم مرحلة الشفقة. السكون والاهتمام والاستقرار زي ما قال لك، بعدين قلت اجتازها بروحها. والمرحلة اللي احنا حكينا فيها اللي هي المرحلة الانزعاج من الشفقة الزايدة، والشيء هذا عفوا أستاذ سوسن، الشيء هذا اللي خلى الأستاذ عبد الغني يتضايق منه في موضوع انك انت حاولت انك انت تلتحق بجامعة نالوت والاهل رفضوا الشيء هذا نتيجة الشفقة. هو خلينا نحكي على موضوع الشفقة والتعاطف، هو الموضوع ده طبيعي يا ناس، هو البو والام والاخوة مخوفهم عليك، هو راه مرات الله غالب اشياء راه مش بيدينا معذورين ايه، بس مع الوقت تعودوا. احكينا على الموضوع الجامعة بطبيعة الحال زي ما قلت لك، يعني لما سجلت في الاستمارة يعني بعد ما يعني رجعت للدراسة وتخرجت من الثانوية التاريخ عاد نفسه ولقيت نفسي على موعد آخر يعني اللي هو الجامعة. هل 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 في كثير من التساؤلات، لقيت نفسي يعني الطموح القديم اصبح جديد يعني وضروري منه يعني جدد من جديد جدد طبيعي جدا. فقلت لهم اني رغبتي قانون، وطبعا في هذاك الوقت جامعه طرابلس فتح سابقا ما فيهاش يعني شباب، فكيف كيف كيف، ففي ناس قالوا لي في نالوت، فتوجهت لي نالوت. نالوت طبعا يعني مش طبعا يعني زي ما انت واجهتك الصعوبات في طرابلس اكيد حتواجهك في نالوت فعلا، يعني كيف تكتب، من بيكتب لك، من بيقرا لك، من 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 قعدت نمشي ونجي اكثر من مره، والاهل رفضوا الشيء هذا قبل إيه الاهل بالضبط، الاهل يعني من ضمنهم يعني قالوا لي يعني في النهايه هي شهاده يعني اقرا اي تخصص داخل واحده من الكليات داخل طرابلس واريح لك يعني. كيف اقنعتهم بعدين؟ بالضبط، فاني رفضت للامانه، ما اخذت قراري والسلام خلاص. لا خلاص اخذت قراري وقلت لهم ما نتحمل مسؤوليتي، فتوجهت يعني وكنت في الغالب اني يعني بعد ما قلت لك تجاوزت هالمرحله اتحرك بروحي، توجهت للمحطه وركبت الحافله وتوجهت لنالوت بروحي على اساس بنسجل يعني. اكيد الصعوبات العاديه هذه من اداره الكليه وكذا، من بيكتب لك، من بيقرا لك، وين تسكن، كذا كذا. فبعد اخذ ورد بعد اكثر من ذهاب لنالوت وغيره قبلت، لكن للاسف كان فتره قبولي في كليه نالوت متاخره جدا يعني ممكن جيت في الامتحانات النصفيه، فللاسف يعني سنه اولى قانون في نالوت ما وفقتش. وفي اليوم النتيجه بصراحه صارت لي زي الصدمه ايه، رجعت بس كنت يعني متوقع بحكم انك انت بالضبط جيت متاخر بالضبط يعني تمام طبيعي، المهم انت بالضبط بديت الخطوه ايوه، فرجعت يعني بدأت من الاول بالضبط، فرجعت يعني وكان يعني في الحافله كنت يعني مكسور الخاطر، بس كان في داخلي هاتف يقول لي باذن الله يعني هذه مرحله وتعديها زي ما عديت الاولى. ورجعت لطرابلس بديت رحلة من جديد يعني ما تتوقعش أن مثلا يعني قبلوني بالسهل مرة تانية، تعرضت لمواضيع ونمشي بين الأمين التعليم سابقا وبين كذا بين كذا، مش سجلت نفسي وتوكلت على الله يعني. صعوبات الدراسة من يقرأ لك، من كذا، من يكتب لك، من يسجل، من كذا، صعوبات كثيرة في الدراسة. لأن جت فترة التخرج جي ما يكفيش انك انت تدرس بس، الشهاده شو بتدير بها يعني؟ ما اعتقدش انك بتدير لها كاتر وبتعلقها في المنزل وخلاص. جاء التحدي الاكبر اللي هو انك انت شو بتكون يعني؟
كلية القانون، فقلت أني نبي نكون محامي، يعني تحدي مش سهل أنك أنت فيه انتقال بين المحاكم، فيه تعامل مع موكلين، صحيح، فيه دخول للقاعة، قضايا بتطلع عليها بالضبط، من بيطلع لك من كذا من كذا من كذا. وأصبحت محامي الحمد لله، خط التجربة والفضل من بعض الله سبحانه وتعالى لأستاذي اللي نستبطر عليه أشبيب الرحمة، الأستاذ أبو بكر طاهر صولا، الله مغفر له ورحمه، الله مغفر له ورحمه، أخذ بيدي، والحقيقة يعني شيئا فشيئا كسبت الشجاعة الأدبية منه، كسبت الكتابة اللغوية الجيدة منه، كسبت هذا، والحمد لله استمريت في عملي وأصبحت محامي. الحمد لله ليه اسم ما شاء الله، والتحية لأخونا الحمد لله للتاني عبنا غني. ها الحمد لله، توفيق من عند الله يعني. وانطلقت الحمد لله. ايه وتوا ما شاء عندي مكتب بروحي، وعندي الزبائن الخاصين بي، والحمد لله يعني، وكثير من زبائني يعني بالتليفون يقولوا لي عن طريق سين من الناس يجوني، والحمد لله يعني ما شاء الله. مرتاح في شغلك جدا ومنطلق الحمد لله. الحمد لله الحمد لله جدا. ايه حسيت توا نفسك كأن انت انسان وصلت للهدف اللي تبيه، الحمد لله، بالرغم الصعاب والرغم اللي صار معك. اكيد وحنا سعيدين جدا 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 الله بوجودك ايها الرجل الانيق. انت ابي كلمك ها حبيبي تسلم تسلم. حكايتنا طبعا مستمره، وحكايتنا توا حتكون مع اخونا الاعلامي ناجي محمد. ناجي محمد الابتسامة اللي مفارقتش الوجه الطيب. ناجي محمد من بسلاته، زميل إعلامي عندك أكثر من محطة مهنية. ناجي نبي نسمعك هلبة اليوم. ها قلت لي مبكرك أنا، ها وأنا لو تكلمت معش نسكت، أنا من عشاق المايك، من طغاة المايك. أحكي لنا أخوي ناجي. ناجي محمد طبعا اليوم بالتحديد اليوم موجود معاكم، وصلت عمر 32 سنه. تحيه من صفك لي راح ما شاء الله، الله يبارك العمر كله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. طبعا معد ومقدم برامج اطفال وبرامج مسابقات ومنشط مهرجانات وحفلات اطفال، وممتاز هكي بادي في موضوع الممتاز ما شاء الله. اختيت طبعا ما قريت الابتدائيه والاعدادي والثانوي زي الزملاء مجدي جنب في مؤسسه نور مكفوفين طرابلس. طبعا حتى انا قريب شويه من اخوي عبد الغني. كنت يعني نمشي بروحي من مسلات على طرابلس، تاكسيات ناخذ لحظه مثل لحظه وين ماشي غرجيني ما في هلبك لما نقوله. خوي ناجي انت ولدت بضعف شديد في النظر صح؟ ايه كنت في وانا صغيرون يعني نشبح في الالوان وهيك، لكن ستيب باي ستيب بدت تظلم الحكايه. امتى في اي سنه؟ لما خشيت المدرسه صف اول قاعد نشبح في الالوان تاع ملابسي وهيك، لكن الوان بس. ايه الوان ايه بس ضببه. ايه بالضبط، لكن الوان بس با مثلا، لكن هذا لو شيء مثلا حليب جنبي تفزع هيك اي شيء مثلا نشبه حتى هو عادي با. وبعدين زي ما قلت لك ستيب باي ستيب النظر بدا يختفي، يمشي يعني حاليا تو شويه يعني نعتمد عليه النظر تو موجوده على مثلا شاشه اللابتوب موجوده مش ومشتغله ولا لا، شاشه الهاتف مثلا الشاشه يعني البلازما هيك مشتغله او لا، ما اعتمدش عليه عرفت. وبعدين يعني انطلقنا في القرار. خشيت المدرسه. ايه خشيت المدرسة. خشيت اللي هي مدرسة النور المكفوفين. ايه مدرسة النور المكفوفين. ايه على طول. ايه طبعا كنت عاقل هيك ومية مية، لكن كان نفس الوقت فيها نقولوا بالليبي احنا شطانة. كنت كيف كنت عاقل مية مية لكن كنت عاقل قدام المدرسين وهيك. ايه لكن تو طبعا بيتفاجئوا يسمعوا فيه بيتفاجئوا بيقولوا هذا سكوتي تحت كوتي زي ما يقولوا. عرفت كيف؟ حلوة با. لكن كنت مشاغب، كنت يعني الأم والأب طبعا أنا عانيت منها هلبة المشكلة هذه. أحكي لي. الأم والأب طبعا كانوا يخاف علينا هلبة با بشكل غريب. طبعا مش أنا بس في حوشنا ما نشبحش، راحنا خمسة، لكن احنا خمسة أخوت لكن انتو. كلنا الحمد لله. الموضوع وراثي لا مش وراثي، لا الموضوع لما نين صغيرون بكل يعني كانت الماديات يعني زيرو مش من معك صريح، وكان في منطقة بعيدة وهيك مغلقة يعني ما فيها السكان وهيك،
والام والاب بامانه مع انهم تعبوا معنا شويه لكن ما فيش يعني حتى الطب كان احنا كنا طبعا في لما احنا صغيرين كنا حننسعفوا راه مش الموضوع يعني انا صعب راه لما كنت صغيرون كيف ترى؟ يعني لو لقينا دكاتره في مثلا في المدن وهيك كويسين كنا حن وين تسكن انت؟ انا اسكن في مسلاتة لكن سلاتة. كنا زي ما نقولوا زي ما نقولوا بر اطراف مسلاتة مش فيش في المدينه ايه اي بالضبط با؟ ايه كنا حنشوفوا اكثرنا حنشوفوا طبعا عندي اختي الصغيره مش زينا يعني اللي هي الخامسه مش زينا احنا حكم كان يعني نقولوا نزيف يعني حصلت صدمه قويه من داب دولاب وهيك طاح عليها فصار لها نزيف وما سعفناهاش لكن احنا الاربعه ثلاثه اولاد وبنت احنا كانت مشكلتنا يعني شبه بسيطه لكن بموضوع التاخر وهيك ما قدرناش ان نعالجه كنا حننسعفوا طبعا في ايام القرايه وهيك كنت نحب تسلق الاسوار وهيك زي ما قلت لك يعني كانوا الاب والام كانوا في المؤسسه اداره المؤسسه يقول لك لا يعني لو انت ما عندكش ورقه موقع لها والدك انك تطلع المحلات وهيك ما تطلعش فانا شنو كنت ندير انا واثنين ثانيين وهيك هذا الاعتراف اليوم ايه طبعا هلبه مش شويه فرجوا كنت كان في طبعا المؤسسه يعني معروف ابو غدشان انا زيت زرقاء الامام وهيك معروف الموضوع ان اسوار عاليه وفوق من الاسوار العاليه سياج اسلاك اسلاك شائكه كنت نتسلق مع السور ونتسلق حتى الاسلاك الشائكه الله الله ونمشوا انا واثنين اولاد يعني حتى الساعه 3 في الليل 4 قبل الاحداث نمشوا يعني قهوه مطاعم سياحيه قرقاش ايه طبعا نمشوا مطاعم سياحيه قرقاش ونجيبوا مرات في بضاعه مبكبكه وهيك مواضيع زي هيك عرفت وضمنوا يعطيك الصحه بس وحتى بعد ما كملنا يعني عارف سوق زرقاء الامام هيك هو طبعا ضيف وهيك ومواضيع هيك لكن احنا في الليل نحولوا فيه لمقهى نحولوا فيه لكوجينه بعدين يجيبوا النظفين ينظفوا الصبح وهيك عرفت ايه ف يعني كنت فيها مشاغب وكنت طبعا نحب في وانا نقرا كنت نحب تربيه الحيوانات الاليفه قطط كلاب عصافير حمام ما خليت شيء ما ادريش عليه كنت ساعد فيهم حتى في ولادة القطط والعصافير والله صريح ايه هلبة مش شوية ما شاء الله هلبة مش شوية كنت حتى مثلا يكون في عش للعصافير وهيك خاصة في فصل الربيع كنت كل صبح نجي نجري ونطمن عليه هل العصفور طار ولا مازال ما طارش حطيه تنظف ده ايه طبعا نسعف فيهم حتى نلقى فيهم طايحين ليش نرد لأمه الله عرفت الله. ولا مثلا عندي مثلا حتى الدجاج يكون مثلا الموسم من الناس اللي يربوا في الدجاج وهيك يكون مثلا 19 يوم 20 يوم مش يطلع الفلوس فانا كنت نطمن قبل نمشي قبل 17 من 17 يوم نمشي نطمن على الدجاجه طبعا 17 ايه يوم ايه ايه طبعا ايه. من 17 و18 نتابع في حالتها عرفت البكلام بيطلع غير قول قول مزاج ايه. احكي استمريت في المدرسه ايه طبعا كنتوا تطلعوا من السور وتمشوا قداش كان اعماركم هذيك الوقت انت والشباب اللي معك والله صف هيك سابع ثامن تاسع كنا كنا جروب من مختلف مدن ليبيا ما فيش قداش عمرك يمكن عمري 14 15 جو هذا 16. كويس الماضي هذا كنتوا تطلعوا ايه وتمشوا المطاعم وتمشوا القهاوي وتمشوا المحلات ولا ايه طبعا ساعه الكلام هذا قبل الاحداث الساعه 3 في الليل 4 في الليل ونمشوا البحر نعوموا ايه نمشي البحر نعوم ونروح وكأنه ما صار شيء جديات ايه طبعا يعطيك كأنه ما صار شيء ندوش ونرقدوا وينوضونا المشرفين من جديد عادي ففي مرة صارت كيف كان تعامل الناس معاكم برا في الشارع؟ في اللي استغربوا هلبة وفي اللي عادي جروب درنا جروب هلبة اصلا احنا جروب غادي جيت خاصة المنطقة زي ضغط شعال وقريرش كلها جروبنا غادي جو مليح يعني ناخذ حتى في كويت بروحنا نمشي نهدز على جروب ثانيين وماشي الامور سهريات سهريات لكن نفس الوقت على اساس قراية واحنا في داخل وراقدين وماشي الامور ففي مرة نذكر فيها حتى بعد ما كملنا القراية مرة نذكر جابوا شخص كبير في السن حطوه في البوابة واحنا طبعا بعد كبرنا شوية كان عندنا جروب الحراسات اللي مجهد زرقاء الامام نمشوا نبككوا ونديروا ناكلوا جو مليح فعندنا الشخص هذا كثير الثاني التوكات الثانيه متفاهمين معاهم حكم شباب واحد فاهمين معاهم راهو كان من جوك الساعه 3 في الليل 4 في الليل مطقطق عليك افتح لنا وفوت الموضوع رتبك تقول لي دار لكن في مره فيها شخص كبير في العمر ما تفهمناش معاه ما فيهاش كيف تهكر ابوك فيهاش كيف تخش فيه عرفت كيف؟ فيش كيف تهكر ما فيش كيف ما فيش يتهكر ما فيش لو ليه تهكره ماشي اموره ملولين نقول فجابوه
لا ما عادش يلقوني يوم اصلا بكل لاني ما عادش مشيت غادي يعني اصلا تمام ف يسمعوا فيك حيا عليك طبعا فصن صار الموضوع جابوه قالوا له هم مكفوفين وماشيه الامور ما تدورهمش وراه امورهم طيبه فشن صار مره نازلين الراجل احنا تاخرنا في السهره التوكت الشيفاني هذا نجو بكري تمام نجو بكري لكن في مره تاخرنا هلبة وكان في جروب جايين هلبة وهدرزه تاخرنا للاربع ونص في الليل فهو الشخص هذا طالع يعني من حجره اللي هو راقد فيها قدام الباب فانا نازلين انا واثنين ولاد هما وهو شبحنا هذيك صارت فيها كبسه ما نكذبش عليك مشى للاداره الصبح مشى للاداره الصبح قال لهم انتوا تقولوا مكفوفين وهكي منها كان بيستقال قال لهم انا هما شفتهم خاصه هما الثلاثه شفتهم في النهار يمشوا على الارض لكن في الليل نازلين من السماء يطيروا طيارة يعطيك الصحة يا ناجي وبعدين خلاك تحب الإعلام وتلتحق في الإعلام احكي لي ترى موضوع الإعلام كنت أتابع في برامج الأطفال هلبة وكنت مدمن كراميش طيور الجنة بيبي أطفال مواهب سمسم قنوة الأطفال كلهم كنت مدمن إدمان وكنت نلم في الأغاني الأطفال من قبل حتى ما نخش على الإنترنت وهكي واليوتيوب والجو هذا كنت نسجل كنت نستنى في الأغنية مرة بالأربع ساعات كان بالي واسع هلبة سبحان الله ومش نغير ناخذ أول مرسيفرات الخاصة باليو اس بي الفلاشات وهكي كنت نسجل في الأغنية ومين كان يساعد فيك؟ بروحي عرفت البطنة تاع هذا التسجيل وهكي ماشي الأمور با لو فاتتني فيها اثنين ثواني استنيتها ثلاث ساعات بنستناها ثلاث ساعات ثانيين عادي مش نعودها من الأول لأن كنت معناتها منتج حق عرفت بعدين قعدت نعبي فلاشات وهيك لين جنت لسنة 2010 هيك حصلت لابتوب حصلت برامج نقدم التحية صاحبي عبد المهيم فركاش علمني في برامج المونتاج هيك فورمات فيكتوري ويفاد وهيك تعتبر برامج ضعيف مونتاج تمنتج انت المنتج انا ايه طبعا حتى برامج المنتج بروحي خاصة في تو في منزل المرحلة الخامس نقدم فيه برامج ونروح الحوش المنتج فيها ونبعتها مادة كاملة للإذاعة ما شاء الله ما نعبش على حد ما نحبش نعب على حد ما شاء الله ما شاء الله ايه وطبعا حتى تنفيذ نقدر ننفذ بروحي ما شاء الله الله يبارك ايه ف بدينا في الموضوع هذا تقديم البرامج وهيك بديت نجهز في الاغاني نحب اغاني الاطفال نسمع لهم هلبة في سنه 2011 سمعت انه بيفتحوا غادي راديو بيفتحوا راديو في المنطقه وهيك فقعدت نقول نرجع شويه ل 2009 حقه يعني عندي سرعه هلبة سرعه فائقه ما شاء الله فخشيت لي موضوع نبي نقرا اعلام بعد ما كملت الثانوي هذيك صارت فيها تنمر هلبة احكي لنا على الموضوع هذا قعد الناس خاصه حتى في مدرسين قعدوا يقولوا لي يبا كان انت متى انت بدك تقدم ويجيك ورقه يقول لك اقراها هذه على المباشر كان انت باي راهم فوت راه بيضحكوا عليك راه فوت الموضوع لا حول ولا قوه راه بيضحكوا عليك والله ما يضحكوا عليك راه غير كي بتحشم روحك تمشي الكليه بتحشم روحك التنمر هذا ما نكذبش عليكم فشلني هلبة لدرجه اني سكرت دماغي ومشيت لا قدام كليه الاعلام راه قدام القسم راه قدامي الباب زي ما يقولوا بيني وبين دكتور سدى سوسن تمام وكان مطر هلبة الصبح الساعه 6 ونص ما نكذبش عليكم مطر هلبة ومبليته هيك لكن اللي كان معي لحظه خلينا نرجع شوي لتاني نرجع على طول قلت قدامي زي بيني وسدى سوسن ايه انت حاس بها احساس سدى سوسن طبعا اهي صوت وين وين الصوت رد الصوت يعطيك الصحة والكاميرا ما شاء الله أنا عادي نقدر نشغل حتى مرعي حتى كاميرا واحد وكاميرا اثنين ما شاء الله الله يبارك نتخيل فيهم ما شاء الله ما نكذبش عليكم كانوا معي ثلاثة في قمة التنمر وقمة الاستهزاء وكل شيء قدام الإعلام إيه قدام قسم الإعلام روحت مسلاتة بكل فوت الموضوع نفسه تجربتك الأولى في الإعلام تجربتي الأولى طبعا رجعت انت لمسلاته وبعدين قلت خلينا نحاول من جديد والحق يعني مش نخسر الموضوع شويه انطلقنا في البرنامج بدينا نقدموا الحلقه الاولى الثانيه بدهم يجيبوا لي نتكلم في موضوع يوم ما يختاروا لي فيهم اغاني ثانيه اغاني منوعه للاطفال فانا قلت لهم لا حتى الاغاني الاطفال هي اللي بنختارهم بديت كل حلقه نجيب انا في اغاني مثلا نتكلم على الصداقه نجيب مش توصل المعلومه للطفل احسن نجيب اغنيه على الصداقه نتكلم على الصلاة نجيب أغنية الصلاة نتكلم على أي موضوع تمام بديت طبعا نجيب أنا هيك في الموضوع ونختار طبعا نختار يعني بناس علاش اخترت الأطفال أنت الأطفال براءة ما فيش نفاق ما فيش مجاملة الأطفال لو ما حبونيش حيقولوا لي لا ما حبيناكش أي شخص لو أي في أي كان لو يقول لك الأطفال الحاجة دي مش حلوة ورا مش حيجملوك تم الموضوع قال لك مش حلوة ورا فوت الموضوع أحسن
فعلا والله فعلا والله فعلا 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 اخونا ناجي اعطانا طاقه وكانت حتى ابتسامته في نهايه تقديمه للبرنامج كانت جميله وكلها امل وكلها بصراحه انا ما نوصفش شعوري واحساسي اليوم وقداش فرحان بوجود الناس المتميزه معانا بدون اي تعاطف او شفقه. فعلا انتم اثبتوا ان فعلا عنوان حلقتنا اليوم فقدت بصري فاتقدت بصيرتي. فعلا انتم اليوم كنتوا في الموعد واحنا سعداء جدا 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 بوجودكم وسعداء بكم انتم وسعداء بكل الناس اللي وقفت معاكم وكانت سند لكم. مشكورين جدا جدا. مشكوره استاذه سوسن على وجودك معنا. مشكور اخونا عبد الرحمن. مشكوره اختنا نوره. مشكور استاذنا عبد الغني. مشكور اخونا ناجي. حلقه كانت مميزه فعلا. سعداء جدا بوجودكم على شاشات سلام، وجودكم متابعتنا في برنامج الدنيا حكايه. برنامج الدنيا حكايه مستمر باذن الله في حكايات جديده. انتظرونا في حلقة جديدة. إلى اللقاء. وقتك في التشتيت.
هذا البرنامج برعايه